صعب على الأم تقول لأ لولدها، خاصة لما يكون كل اللي يبغى يخلص مرحلة تانية باللعبة، أبغى أروح، أو يشوف حلقة جديدة، أو يقعد معانا 10 دقايق زيادة على التلفزيون. مرة صعب تزعليه لما تشوفيه مبسوط، بس كل شيء له حد. صح إني دايماً أقول له لا توسخ ملابسك لأني شايلة هم البقع، بس اللعب يساعده يتعرف على أصدقاء جداد، يتعلم من أخطائه، يقوي عزيمته، يخلي طموحاته أكبر. وحتى لو وسخ ملابسه يبقى هذا حقه.